اترك لي حكي الكتب على الرف وجاوبني على سؤالي. اتفضل. هلا انت لا سمح الله ارتكبت جريمه كبيره وخيروك انه يحكموك بالاعدام او السجن المؤبد، شو بتختار؟ هلا انت ليش عم تسال اسئله صعبه يا استاذ سعد؟ نحن اولا واخرا بترجاك لا تتدخل يا رياض وخليه يجاوبني على سؤالي. اتفضل، شو بتختار بقى يا جهبز؟ شو بدي اختار يعني؟ المؤبد طبعا، ما احلاني وعم اقول له تعالوا اعدموني، ليكوا على الحكي الفاضي ليكوا. يا حاجه بقى انت عم تحكي الحكي لانك ما جربت السجن. ليش ضروري يا اسعد؟ سمعنا طالب، وانا واثق من ثالث او رابع سنه رح تصرخ وتقول دخيلكم يا ناس تعوا اقتلوني وخلصوني من هالعيشه. وشو يلي مخليك واثق بهالشكل هاد؟ لانه الشغله بالعقل مو بالحماس الفاضي. شوف يا استاذ اسعد، كونك ملياردير ومعك مصاري كتير لا يعني ابدا انك ملكت المعرفه بالنفس البشريه وبتفهم بكل شيء. يعني انت اللي بتفهم؟ لا انا ما عم بدعي فهم، بس انا دارس القانون وعلم النفس الجنائي وعقلي. ولك يا يحيى صحيح انا ماني دارس ومثقف، بس بالرغم من جهلي قدرت اجمع الملايين. اما انت يا حسره مثقف وفهمان وبالرغم من هالشي عايش عند بوري وبتبكي على الفرنك. ولا تنسى انه الناس بتصدق الغني وبتعتبره فهمان وبتكذب الفقير وبتعتبره حمار. اسعد ارجوك لا تغمق بالكلام وخلي حوارك حضاري مثل ما بعرفك، ما في ضروره للشطات. يا جماعة طولوا بالكم، ليش محتدين على بعضكم كل الآن؟ خلونا سهرانين ورايقين، ليش هيك عم توتروا الأجواء بلا مبرر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنا بشي وصرنا بشي، أنا آسف. ولا يهمك أستاذ أسعد، آسف على شو ما صار شي. المهم خلينا بموضوعنا، أنت قلت يا أستاذ أسعد أني ما بقدر أتحمل 3-4 سنين سجن وبعدين بصير بتمنى الموت، مو هيك؟ طبعاً. طيب شو رأيك إذا قلت لك إني مستعد أقعد بالسجن 15 سنة وما فكر فيها بالموت لحظة واحدة؟ هلا رح نرجع نفس الموضوع. خلاص يحيى، ليه بصفحه وخلصنا بقى. لحظة يا جماعة، أنت من كل عقلك بتقدر تنسجن 15 سنة بدون ما تطلب الموت؟ ليش لا؟ طالما عندي عقل وإرادة. أنت هيك عم تقول؟ نعم، وبتحداك. بتم المليان على رؤوس الأشهاد. ماشي الحال، بتراهن؟ وعلى شو بده يراهن؟ أنا مستعد راهنك يا يحيى على 250 مليون ليرة سوري. نعم 250 مليون؟ ما فهمت عليك، مقابل شو عم تراهني أنت؟ مقابل أنه تسجن حالك 15 سنة متواصلة. يسجن حاله؟ شو بدك اياه يرتكب جناية يعني؟ لا مو هذا القصد. شو قصدك لك؟ انا بسجنه عندي. بقى شو قلت يا يحيى؟ عفوا اسعد، انت عم تحكي جد ولا عم تتبهور بهورة؟ لا ابدا، انا عم بحكي جد وكلامي مثل السيف. يعني انت هلا عم تعرض علي عرض وانا ناطر جوابك. لك شو صاركن يا جماعة؟ شو السهرة المكركبة هاي؟ يا أخي ساولنا شاي، خلينا نشرب شاي، نعم شدي. أسعد. نعم. أنا موافق. هلا بلا غلاظة يا شباب مشان الله. مو حلو هيك مزح أستاذ أسعد. معلش يا شباب، أنا قبلت الرهن، وبكره بتشوفوا شلون بدي دفعه ال 250 مليون وهو عم يضحك ويلعب. ما في مانع. وأنا عند كلمتي، بس أنا كمان إلي شرط. شو هو بقى؟ أنا راح أحبسك عندي هون بالأبو. وحط حارس على بابك، وخلال هال 15 سنة ممنوع حدا يشوفك أو أنت تشوف حدا، وبالمقابل أنت حر. شلون يعني أنا حر؟ ما فهمت عليك. يعني أنت ما بتطلب من الحارس يفتح لك باب السجن لحتى تطلع منه رح يفتح لك يا بدون تردد، بس بهالصورة يعتبر الشرط لاغي حتى لو طلعت قبل انتهاء المدة بربع ساعة. ما في مانع، بس أنا إلي شرط كمان. شو هو؟ بدي اياك تأمن لي كل طلباتي لجوا. طلبات شو؟ لازم نحدد هالشي بدقة. ولا تنسى انك بدك تفوت على سجن مو على فندق 5 نجوم. انا ما بدي منك الا شوية كتب حتى اتسلى فيه. تكرم عينك. شاهدين يا جماعة، بس انا بفضل نكتب وراء بهالشي هاد. اعمل يلي بتلاقيه مناسب، انا موافق. يا جماعة وقفونا هالمهزلة، شو جايين نسهر ولا نتحدى بعض؟
شو هالليلة المكركبة هي يا حيا؟ خلصونا من المهزلة بقى. لا 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 لا، أنا حكيت كلمة ومستحيل أرجع عنها. بعدين الصفقة محرزة، 250 مليون ليرة ب 15 سنة، إما صحت لجدي. وأنا كمان عند كلمتي. وها؟ هاي الشيك ب 250 مليون ليرة سوري. الشيك بيضل مع واحد منكم، وإذا استمر بسجنه 15 سنة تعطوه إياه، بس إذا بيطلع قبل ساعة من انتهاء المدة ما إله عندي شيء إطلاقاً. لك ليش عم تزوروني؟ لا تنسوا إنه أنا عم راهن على ساروتي. صحيح أنت عم تراهن على ساروتك، بس أنا عم راهن على حياتي كلها. إيه أخي يحيى، هاي السجن تبعك شو رأيك فيه؟ 5 نجوم ما هيك؟ 5 ولا 10 بضل سجن. طيب شوف يا يحيى، هاي آلة الأورج وآلة العود تركت لك ياهن لأنه بعرفك بتحب الموسيقى، وهي المكتبة كلها تحت أمرك، وإذا احتجت لكتب إضافية ممكن تكتب لي أسماءها أو تبعت لي إياها مع الحارس. ومين راح تحط حارس؟ في عندي شاب اسمه وضاح، هو راح يكون صلة الوصل خلال هال15 سنة بيني وبين يحيى. ايه استاذ يحيى، بتحب نبلش نعير الوقت من هلا؟ ليش لا؟ مثل ما بتريد. طيب هلا الساعة 12 الظهر تماما، يعني الساعة 12 الظهر بعد 15 سنة بتنتهي مدة الرهان، يعني يوم 9 أيلول عام 2001 الساعة 12 الظهر إن شاء الله منلتقي. وهو كذلك. بستأذن أنا، وإن شاء الله بشوفك بعد 15 سنة يا يحيى. وإنتوا شباب معكم 5 دقايق بس لحتى تودوا. يحيى اسمع مني، خلينا نطلع سوا بترجاك. إذا بتريد رياض الموضوع انحسم، وإن شاء الله بشوف وشكم بعد 15 سنة. رح نشتغل كتير يا رياض. موفق إن شاء الله. ما كنت متصور إنه نفترق هيك بهالسهولة هي. معلش هيك نصيبنا. يلا يا جماعة، هلا إذا خلصت 5 دقايق وما طلعتوا بتعطوا حجة للسيد أسعد يلغي الرهن. يلا تفضل. يلا يلا، السلام عليكم. حاضرك. إذا سمحت اعتبارا من بكرة بدي الفطور الساعة 11:30 والغدا الساعة 3 والعشاء الساعة 8:30. شو بقى؟ ليش ما عم تحكي؟ أبدا. هلو وان أيوة أبا با 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 لا سلامتك، الله معك. لعمة لعمة، شو لقيمة الزلمة؟ حاطط لي حارس اخرس حتى ما احكي معه. بس مو مشكلة، مستعد احكي مع حالي 15 سنة. وين صرنا بالبرنامج اليومي يا ترى؟ خليني هلا اكتب برنامج المطالعة للسنة الأولى. الشهر الأول قراءة روايات دوستويفسكي. الشهر الثاني تشيكوف. الشهر الثالث جنكيز إيتمتوف. ولا خليني خصص 6 شهور الأدب الروسي كله بدون تحديد. بيستاهل الأدب الروسي 6 شهور، وال6 شهور الثانيات بقرا فيهم مختارات من الأدب العالمي، وهي رح أكتب قائمة بأسماء الروايات المطلوبة. قال لك شيء؟
لا بس حدد مواعيد الوجبات الثلاثة. اوعاك اوعاك تغلط وتحكي قدامه كلمة وحدة. بدي اياه تضل مفكرك اخرس، مفهوم؟ مفهوم. يعني ما بدي تحكي وتاخذ وتعطي معه حتى يمل ويطلع بسرعة. طيب وإذا إجا يطلع امنعه؟ اوعاك. بالعكس، بتفتح له الباب وبتجي بتبلغني فورا. ماشي يلا روح على شغلك. حاضر. شح، لسه الساعة 5، يعني ما قعدت بالحمام غير ساعتين ونص. قليل هيك، لازم الحمام يستغرق معي 4 ساعات على الأقل. طيب إذا قلنا 3 حمامات بالأسبوع ضرب 4 بيطلع 12 ساعة بالشهر، 48 ساعة. يعني من كل شهر بيروح 2 بالحمام، معناها من كل سنة بيروح 24 يوم. من 15 سنة بيروح سنة كاملة. ممتاز كتير، معناها أنا ممكن أقضي سنة كاملة من محكوميتي بالحمام. ادخل فوت وضح. هدول الروايات اللي تركتهم؟ ايش مظبوط، هي اعمال تشيكوف. وهذا دوستويفسكي. مظبوط، هذا مكسيم غوركي. مظبوط، هدول روايات تولستوي. هاي قصص إتماتوف. مظبوطين، حطهم مع جنب. أبا هدي بابا؟ لا لا ما بدي شيء، سلامتك. أبا يسلم ويديك. بغني بصوت عالي؟ ما بعرف يا بيك، حاسس وضعه مو طبيعي. هاي أول مرة بيعلي فيها صوته. معناتها قربت. تعال أقول لك، تعال. No!
لا وإنا إليه راجعون. إمتى ماتيت؟ امبارحة بالليل. طيب وإمتى الدفن؟ بعد الظهر إن شاء الله. مسكينة ماتت قبل ما تشوف أخوها. شو رأيك؟ نخبره ليحيى؟ طبعا لازم نخبره. قلتك بيقبل يطلع مشان يحضر الجنازة ولا لا؟ ايه قوم لك قوم لك. العوض بسلامتكم. الله يسلمك. الله يسلمك. أنا لازم أقوم بالواجب، ولذلك أنا علي تكاليف العزاء والطلعة والجنازة. ما بكفي هيك أسعد بك؟ شو قصدك؟ ولو كلك نظر، يعني معقولة يحيى ما يحضر جنازة أخته؟ ويحضر مين ماسكه؟ يعني بتسمح له يطلع يحضر جنازة أخته ويرجع؟ لوين بده يرجع؟ متى ما طلع خطوة وحدة برات الأبو بيخسر الشرط. بس هذا مو عادل يا أستاذ أسعد. ليش مو عادل بقى؟ مكتوب بشروط العقد إنه بحق له يطلع لما بيموت حدا من قرايبينه؟ لا مو مكتوب. أي خلاص خلينا متقيدين ببنود الاتفاق بيكون أفضل. بس يا أسعد بيك المسألة إنسانية. شو قصدك يعني؟ أنا ما عندي إنسانية؟ لا مو هيك القصد بس. حبيبي نحن ما عم نلعب، هذا سجن ويحيى سجين. هلأ واحد محكوم وعم يقضي محكوميته بيخلوه يطلع من السجن إذا مات حدا من قرايبينه ليحضر العزاء؟ لا طبعا ما بيخلوه. خلص هاي مثل هاي. بعدين إذا بتريدوا الوضع صار حساس وصعب كتير. هلأ بالحساب إله عندي 8 سنين ما قال أخ. إذا بدي أعطيه يومين لحتى يطلع ويتنفس فيهم بده يرجع يكفي 7 سنين على رجل وحدة، والشغلة فيها 250 مليون ليرة، يعني ثروتي كلها. فإذا بتريدوا لا تحرجوني. ماشي الحال مثل ما بدك. شو رأيكم خبره ولا لا؟ أنا رأيي ما نخبره بدون ما نزيد على قلبه، وبلا ما يزعل ويمئت وهو جوا. وبركي عاتبنا وأطلع. سيدي لوقت فرج ورحمة. هلا خلونا نقوم ونشوف ترتيبات الجنازة والعزاء. تفضلوا. لحظة، عن إذنكم دقيقة واحدة بس. تفضل. يا وضاح وضاح، امسك ورقة هالنعوة وعطيها ليحيى. ليش مين مات؟ لك شو بدك بها الشغلة؟ عطيها وارجع لعندي. حاضر. يلا تيخة هدوء مياخشي بخفة ديفوشكا ديفوشكا فتاة. فوت وضاح. سباسيكا شكرا. ستراتسي ديبراوترو ستراتسي ديبراوترو. أهلين وضاح، جيت وقتك. قل له لأسعد بيك بدي 40 جزء من كتاب قصة الحضارة، بس بدي اياهم بالإنجليزي، هو باعت لي اياهم بالعربي ما بيشتغلوا معي. مع مين عم بحكي أنا التاني؟ سيف. قصة الحضارة ويل ديورانت بالإنجليزي. يابا يابا ماشي الحال، يعطيك العافية. صارت معك الساعة؟ 10:30. معناتها بقي لنا الموعد 1:30. تعرف يا طالي ما لي مصدق انت شوف يحيى. وانا كمان صدقني امبارحة ما نمت الليل وانا عم فكر بهاللحظة.
فظاعة. هالخمستعشر سنة مروا مثل المنام. علينا مروا مثل المنام، بس المسكين يحيى بيكون شاف الويل بهالخمستعشر سنة. إيه سيدي، كمان الميتين وخمسين مليون بيستاهلوا هيك تضحية؟ يعني دخلك شو جانا نحن بهالخمستعشر سنة؟ قلتك لسانا مثل ما نحن، لا رحنا ولا انطرحنا. يلا يلا خلينا نمشي. شو أسعار؟ كأنه مالك حاسب حساب هيك يوم. امشوا ننزل الهني يحيى بيفوزوا بهالريال. لسه باقي ربع ساعة. لسه ما صار 19. يعني اللي قعد 15 سنة رح تفرق معه ربع ساعة. العمى بقلبه معناته. ولك سطوري صرت اترك الباب مفتوح بركي بيغري وبيطلع. بس عبس. ما في نتيجة. قاعد ومتنح. لك يا جماعة حتى وضاح ما عاد نطره. صار يتركه لحتى يمشي وهو ثابت على موقفه. يخرب بيته يخرب بيته لهالزلمه، يخرب بيتي يخرب بيتي. ايه تفضل استاذ اسعد، خلينا نفك اسره ونهنيه بالسلامه. لسه باقي 10 دقائق. يا سيدي منتظره تحت، قوم لالك قوم. الباب مفتوح، الباب مفتوح يا جماعه، الباب مفتوح. يحيى 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 طلع عمي البنت. يحيى 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 يحيى. أنا رحت الرهان، وضح وضح. نعم نعم يا بيك. وينه يحيى؟ ما بعرف، أنا رحت آكل وإشي ما لقيته. معناته أنا كسبت الرهان، ما في كلام. صديقي المليونير أسعد، لم يكن هدفي عندما استضفتني في سجنك إلا النيل منك ومن ثروتك والحصول على هذا المبلغ الضخم الذي اتفقنا أن تدفعه لي عند انقضاء 15 عاماً.